السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للعمل اليدوية والخياطة. في البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. مرطب الشفايف بزبدة المانجو راح يترك الشفايف ناعمة كالحرير بشكل طبيعي، وهذا المرطب ليس لزج بل ناعم وخفيف مثل الحرير. ملاحظة، إذا كان لديك حساسية من مادة اللاتكس أو أي حساسية أخرى، فيرجى إجراء بعض الأبحاث قبل استخدام زبدة المانجو. والمانجو فاكهة لذيذة ورائحتها منعشة، لكن أحياناً نتضايق من كبر بذور المانجو، وإن أغلب وزن المانجو يكون بسبب البذور. لكن هل تساءلتم يوماً ماذا يمكن فعله بهذه البذور الضخمة؟ من هذه البذور تأتينا زبدة المانجو عن طريق عصرها، وزبدة المانجو ليس لها رائحة. ومميزات زبدة المانجو إنها تمتصها بسرعة البشرة دون ترك بقايا دهنية، وتشبه في ملمسها الزبدة لكنها خفيفة وحريرية أكثر، لذلك يفضل استخدامها للبشرة أو أي مكان معرض للبثور والحبوب، وهي غنية بالأحماض الدهنية والفيتامينات A و C، وتستخدم للتقليل من الخطوط الدقيقة وعلاج جفاف الجلد وحروق الشمس والإكزيما وغيرها. بالنسبة للشفايف، يتم امتصاص زبدة المانجو بسرعة تاركة طبقة ناعمة وحريرية خفيفة غير سميكة أو لزجة، ويمكن أن تساعد زبدة المانجو في تهدئة أو تهيج الجلد وأحمراره. وزيت الجوجوبا حريري وسهل الامتصاص، ويساعد هذا الزيت السحري على حبس الرطوبة من خلال عمل حاجز بين الشفتين والطقس الخارجي مثل حروق الشمس أو جفاف الشفايف في الشتاء. وزيت جوز الهند مضاد للالتهابات، ويعتبر من أهم مكونات العناية بالبشرة، ويدخل للبشرة بسهولة. ولشمع العسل فوائد كثيرة، ومن ضمنها يساعد على تصلب المرطب. جميع مكونات المرطب موجودة في الصيدلية، أما شمع النحل طلبته من موقع آي هيرب، موجود في أمازون. والأفضل استخدام زيوت ذات جودة عالية لنتيجة أفضل. توضع الزيوت مع بعض ما عدا الزيت العطري، توضع على حمام مائي حتى تذوب، وبعد ذلك يضاف لها الزيت العطري. تقدرون تضيفون أي زيت عطري تفضلونه، أنا أضفت زيت بذور الورد. وفوائد زيت بذور الورد: تعقيم البشرة وتسريع عملية الشفاء وتعافي البشرة المصابة بحب الشباب، وتحسين تدفق الدورة الدموية للبشرة، وتعقيم الجروح ومنع التهابها، وتخفيف أعراض الإكزيما والصدفية، وتخفيف التهابات الناتجة عن حروق الشمس. ويساعد زيت بذور الورد على التخفيف من مظهر الندوب وتحسينها بشكل ملحوظ، وخاصة على توحيد البشرة وتخفيف أي احمرار فيها، كما يعمل على محاربة تصبغات الجلد ويفتح البشرة بشكل عام، وذلك لغناه بفيتامين سي الذي يعمل على تفتيح البشرة بشكل طبيعي. تقدرون تستخدمون علب الأرواج المنتهية أو أي علب صغيرة، أنا استخدمت هذه الأنابيب وطلبتها من موقع علي إكسبرس. بعد صبها في الأنابيب تدخل الثلاجة حتى تجمد، ومدة حفظها من شهرين إلى 3 شهور في مكان بارد، وممكن إهدائها للأهل أو الأصدقاء والأقارب، أو عملها كمشروع تجاري من المنزل. وإذا كان المنتج للإهداء أو للبيع، الأفضل كتابة اسم المنتج ومدة صلاحيته ومكوناته. شكرا لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة.